بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ذي المهابه والجلال والمجاده والجمال والقداسه والكمال كثير النوال احسانه دائم في الحال والمال والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد النبي الزكي أجل ممن تلقى عن ربه فأحسن التلقي وترك لأمته أجمل وأجل منهاج في التلقي وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى والتقى وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم اللقاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده باللسان يفقه قولي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اما بعد ايها الاخوه الكرام ما زلنا في هذه الدروس المباركه. وهذه المجالس الميمونه. مع المدخل ومعالمه. لهذا العلم الذي هو علم التزكيه. وما زلنا كذلك في مقدمته ومبادئه. وفي مؤشرات بوابته. والمبادئ التي سبق ذكرها على سبيل الاجمال ثم بدانا بتفصيلها على سبيل البيان هي تلك المبادئ العشره التي هي مقدمه لكل علم من العلوم التي تتلقاها هذه الامه من اجل ان تصون منهاجها من كل هراء ومن كل عبث حتى يكون المنهاج مبنيا على الاسس السليمه الصحيحه وقد سبق لنا في تلك المجالس السالفه الوقوف مع المبدا الاول من المبادئ العشره الذي هو مبدا التعريف بعلم التزكيه ووقفنا عند هذا المبدا وقفتين اولاهما بالنسبه لاهل هذا الشان وكيف عرفوا هذا العلم بحسب استنباطاتهم من الكتاب والسنه وبحسب تجاربهم التي سلكوا بها في هذا العلم الى الله اما الوقفه الثانيه فهو ذلك الطواف المبارك الذي طفنا من خلاله بايات القران وباحاديث النبي عليه الصلاه والسلام نستخرج منهما تلك اللالئه الجميلة والجواهر النفيسة للتعريف بهذا العلم واجل تعريف واجمله واكمله واجمعه هو ما عرف الله به هذا العلم الذي هو علم السلوك اليه فهو سبحانه وتعالى قد بينه اجل بيان وزاد ذلك البيان كلام رسوله المصطفى عليه الصلاه والسلام حيث بين عليه الصلاه والسلام معالم هذا العلم ومنهاجه الذي به يصل العبد الى ربه بسلام ثم بعد ذلك انتقلنا الى المبدا الثاني من المبادئ العشره الا وهو مبدا موضوع هذا العلم ونعود لمتابعه ما تبقى من الكلام على هذا المبدا الذي هو مبدا موضوع هذا العلم وقد اشرنا فيما سبق بان موضوع هذا العلم ينحصر في مجالين كما ذكر ذلك اهل هذا الشان المجال الاول يتعلق بمعرفه العباد بالذات الالهيه وهذه المعرفه كما سبق اما ان تكون معرفه مبنيه على الحجه والبرهان واما ان تكون معرفه مبنيه على المشاهده والعيان اما المعرفه الاولى القائمه على الحجه والبرهان فهي المعرفه المتعلقه بالعقل الذي يتامل الكتاب المسطور ويتدبره ويتامل الكتاب المنظور ويتفكر فيه فيجمع بين أدلة الكتابين وبين حجة كلام الله رب العالمين الذي أقام به الدليل والبرهان على التعريف به سبحانه وتعالى ثم كذلك الكتاب المنظور الذي أقام به سبحانه وتعالى الادله على التعريف به جل جلاله فكان التعريف بذات ربنا عز وجل واسمائه الحسنى وصفاته العلى من هذين الكتابين واما المعرفه الثانيه القائمه على المشاهده والعيان فهي المعرفه المنبثقه من القلب وذلك حتى يتذوق الانسان هذه المعرفه وتتحول من معرفه عقليه قائمه على الحجه والبرهان الى معرفه ذوقيه تقوم على مشاهده القلب لاسماء الله الحسنى وصفاته العلى فيتذوق هذه المعرفة وينتعش بها وينتشي بها ويمتلئ قلبه بهذه المعرفة الربانية وهذا هو الذي يهدف اليه القوم بما أسسوه من أسس لهذا العلم حتى تنتقل المعرفة من المعرفة العقلية القائمة على الحجة والبرهان إلى المعرفة الذوقية القلبية التي يشاهد فيها العبد أسماء ربه عز وجل ويرى آثارها في كل شيء في النفس وفي الآفاق وفي ما خلق الله جل وعلا من سماوة وارض وبر وبحر مصداقا لقوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ولقول الشاعر الحكيم اشاهده في كل شيء رايته وادعوه سرا بالمناف فيجيب ملات به قلبي وسمعي وناظري وكلي واجزائي فاين يغيب هذه المعرفه الذوقيه القلبيه الشعوريه الوجدانيه هي التي حينما تتحقق في القلب والوجدان والمشاعر والباطن فان العبد حينئذ سينتقل الى مرحله اخرى من المعرفة بالله تجعله متصلا بربه منصرفا عن غير الله الى الله مشاهد خالقه وسيده وبارئه وفاطره فيعيش ارقى سعادة واجمل سعادة واكمل سعادة ويردد مع قول القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا هذه المعرفة هي التي تجلت في ذلك الرعيل المبارك رعيل الصحابة فتذوقوا هذه المعرفة فهانت عليهم الحياة كلها ورأوا كل شيء على حقيقته رأوا الدنيا على حقيقتها فصغرت عندهم ولم تعد تساوي شيئا وذلك لما أدركوه بسبب هذه المعرفة من رؤية حقيقية للأشياء فرأوا فرأوا الدنيا على صغرها واضمحلالها وسرعه زوالها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضه ورأوا الحقيق ورأوا الآخره على حقيقتها فرأوا الجنه من خلال رؤية القرآن وعيون القرآن ومرآة القرآن ورأوا الجنة كذلك من خلال مرآة السنة النبوية رأوا مشاهد القيامة على حقيقتها وكأنهم يروها رأي عين وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما تضعف هذه الرؤيا في قلوبهم يفزعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون اليه انهم عندما يكونون في حضرته الشريفه وتكون قلوبهم قد بلغت من الصقاله والصفاء والنقاء مرتبه عاليه صفت فيها الرؤيا ورأوا الجنة على حقيقتها والنار على حقيقتها ومشاهد القيامة على حقيقتها فلما شكوا اليه ذلك اخبرهم صلى الله عليه واله وسلم ان هذه المرتبة قد لا تدوم لصاحبها ولكن ليس معنى ذلك انها تغيب بالمرة وانما تقوى وتضعف بحسب القرب من القران واياته ومن التدبر في هذا القران واسراره وعجائبه ومن القرب من الله جل جلاله حيث الاستمداد والاقتباس من صفاته سبحانه وتعالى هذا هو المجال الاول اذن من مجالي موضوع هذا العلم واما المجال الثاني فهو الذي كنا شرعنا فيه كذلك في الدرس الماضي وهو مجال الروح والقلب والعقل والنفس وقلنا بان هذه المعاني فالنظر اليها من جانبين من جانب عالم الشهاده وعالم الشهاده تحكمه هذه الوسائل التي هي في حدود ما يعرفه الانسان من عالم الشهاده الذي فتح الله سبحانه وتعالى الباب للناس ان يبحثوا في عالم الشهاده للوصول إلى حقائق تصل إليها عقولهم وقد يغيب عنهم الكثير كما قال ربي جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم هناك نظر إلى هذه الحقائق والمعاني من خلال وحي رب العالمين الذي هو الغيب وذلك من جانبها الغيبي وليس من جانبها الذي يطل على عالم الشهاده ولكن من جانبها الغيبي الذي هو محجوب عن الانسان لا يستطيع ادراك ذلك بعقله ولا بفكره وانما ينظر الى هذه الحقائق من خلال الوحي المنزل المعصوم الذي حماه الله وحفظه من كل خلل من خلال الوحي الذي تفضل الله به علينا ليعرفنا بهذه الحقائق حقيقه الروح حقيقه العقل حقيقه القلب حقيقه النفس فاذا كان الناس ينظرون اليها من خلال عالم الشهاده ليتعاملوا مع هذه الحقائق بحسب ما سطره الوحي كذلك من امور واضحه مشهوده فان النظر اخر الذي هو النظر الى هذه الحقائق من خلال الوحي هو الذي يبحث فيه هذا العلم ولذلك فهذا العلم لا يتحرك بالعقل وحده وانما يتحرك بالعقل ولكن هذا العقل مربوط برباط الوحي ومقيد بقيد كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومن ثم عندما تناول اهل هذا الشان هذه الحقائق قد تناولوها من هذه المراه الصافيه النقيه التي هي مراه الوحي وهذه الحقائق الاربعه ليس بينها فصل ولا تباين انما هي اسماء لمسمى واحد لذات واحده وانما اختلف التعبير عنها انما اختلف التعبير عنها واختلفت تسميتها باعتبار ما يعتريها من احوال حقيقه الروح او حقيقه العقل او حقيقه القلب او حقيقه النفس هي حقيقه واحده وتعددت اسماؤها وتعدد التعبير عنها بحسب احوالها التي تتغير من حال الى حال اذن فالاختلاف هنا اختلاف اعتبار وليس اختلاف ذات فالاختلاف باعتبار ما يعتري هذه الحقيقه من احوال اما الذات فواحده ولذلك عندما اراد الامام الغزالي رحمه الله ان يتحدث عنها في كتابه الذي سماه بالاحياء يريد به ان يحيي منهج التزكيه في هذه الامه وان يحيي منهاج التزكيه في باب الفقه الاسلامي حتى ترتبط الاحكام الشرعيه بالحكم الربانيه المترتبه عليها فقد تناولها من خلال النصوص القرانيه والحديثيه فتبين بذلك الفرق بين هذه الاربعه من حيث الاعتبار فباعتبار ان الروح او النفس عندما تقع في معصيه من المعاصي فإنها تسمى نفسا لوقوعها في معصية من المعاصي وباعتبار غلبة الجانب الروحي الذي تغلب فيه الروح وتتغلب على الشهوة المحرمة فإنها تسمى عقلا وذلك لان العقل قد عقل الروح ومنعها من الوقوع فيما يدنيها ويدسيها فسميت بهذا الاعتبار عقلا ثم عندما تجد هذه الروح مواجدها الايمانيه وتتذوق اذواقها الاحسانيه فحينئذ تسمى قلبا وعندما تتجه الروح الى الله تطلب معرفته والعبوديه له والتذلل له فحينئذ تسمى روحا اذن هي حقيقه واحده اختلفت بالاعتبار ولم تختلف بالذات فهي الروح عندما تكون متوجهه الى ربها طالبه القرب من بارئها وخالقها وسيدها وفاطرها متعبدا له متعبدة له سبحانه وتعالى في سرائها وضرائها وشدتها ورخائها راضية عنه سبحانه وتعالى في جميع أحوالها ثابتة على ما قدر لها ربها سبحانه وتعالى ناظرة إلى قدره سبحانه وتعالى بانه كله خير وبانه كله في صالحها تفرح بالضراء كما تفرح بالسراء ففي حاله الضراء تتعبد لربها سبحانه وتعالى بالصبر الذي يبلغ اجمله وارقاه واحلاه والذه حتى ينقلب هذا الصبر احلى من العسل كما قيل الصبر صبر في مرارته لكن عواقبه احلى من العسل وفي حاله السراء هي فرحه مستبشره شاكره لربها وبهذه الاوصاف تسمى روحا وتسمى نفسا مطمئنه كما قال الله جل وعلا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اما عندما يتغلب عليها الجانب الطيني الترابي الجانب المادي الشهواني فحينئذ تتنزل من عليائها وتهبط من قداستها وتتدنى الى التراب فتصبح نفسا تصبح نفسا اماره بالسوء كما قال الله جل وعلا إن النفس لأمارة لا بالسوء وقد ترتقي من هذا الهبوط عندما تشعر بالصدمات التي تصطدم معها حين تنغمس في الشهوة فلا بد أن تجد عواقب الشهوة التي كانت قد وجدتها في اول الامر عذابا او عذوبه وجدت في بادئ الامر في الشهوه عذوبه ثم ما لبثت ان وجدت في تلك الشهوه عذابا فانقلبت من العذاب الى العذاب فردها ذلك الى ربها جل وعلا قبل فوات الاوان فرجعت تلوم وتعاتب فارتقت الى نفس سماها القران الكريم لوامه واقسم بها جل وعلا لشرفها فهذه حاله واحده تعددت لها النفس باعتبار ما يعرض لها فتاره تكون نفسا اماره بالسوء ثم ترتقي فتصبح نفسا لوامه ثم ترتقي الى ذلك المرتقى العالي لتصبح نفسا مطمئنه وهنا تكون روحا خفيفه تصعد الى الله لخفتها وتسمو الى العلياء لانها تخلصت من التراب واصبح داعي الله يدعوها فتستجيب ومنادي ربها ينادي عليها فتلبي ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان انا من بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم استجابوا لربهم واستجاب ربهم اليهم وهنا سميت روحا لانها قد خفت من اثقال واغلال الجسم الذي كان يتحكم فيها فاصبحت هي المتحكمه في هذا الجسم المالكه له الامره له والناهيه له والقائده له والسائقه له فاصبح الجسم طائعا لها سائرا وراءها لا يعصي لها امرا لانها اتصلت بالملك الذي له ملك السماوات والارض يدبر الامر الذي بيده ناصيه كل دابه فهو الاخذ بها سبحانه وتعالى فلما اتجهت الروح الى هذا المقام الاسنى واتجهت الى الملك سبحانه وتعالى جعلها مالكة لأنها استمدت ملكها من الملك لكل شيء فملكها الله جل وعلا كل شيء فمن اتسم من اتصل اتصل بالمالك الذي هو مالك كل شيء ملكه الله كل شيء وسخر له كل شيء وجعله سيدا على كل شيء. لأنه هو القاهر فوق عباده. فلما استمد العبد من ربه العون واتصل بخالقه اتصال العبد الصادق المخلص الذي تبرأ من حوله وقوته وذاته واعتصم بالله الذي لا اله الا هو منحه ربه من القوة ما لا عهد له به فإن القوة لله جميعا يشعر العبد يشعر العبد المتصل بالله جل جلاله بقوة خارقة تخرق كل شيء وبذلك تسخر له نفسه التي بين جنبيه وتذلل له فتطيعه ولا تعصي له امرا وذلك لان الامر جاءها من الملك لتتذلل لعبده الذي اعتصم به فجاءها الامر من خالقها لتطيع امر عبده الذي تعرف اليه واتصل به واعتمد عليه وتوكل عليه وتمثل بقول ربه سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره او بالغ امره فهنا سميت روحا وسميت عقلا عندما عقلت عندما عقلت هذه النفس من ان تهبط وان تتسفل وان تلتفت الى الشهوات العابره والى الشهوات الهابطه فسميت عقلا لان العقل هو الذي يعقل القلب ويعقل الروح ويعقل النفس عن ان تقع فيما لا يليق ثم كذلك سميت قلبا وذلك لان هذه المعاني التي عادت بها الروح من جولتها وجولانها في ملكوت السماوات والارض لما جالت الروح في الكتاب المسطور عن طريق التدبر وفي الكتاب المنظور عن طريق التفكر عادت بتلك المعاني واللطائف والاسرار والتحف والهدايا الى هذا القلب الذي هو مستقر هذه المعاني ومستقر هذه اللطائف ومستقر هذه الاسرار فإذا بالقلب يبتهش يبتهج ويفرح ويسر ويذوق حلاوة هذه الهدايا وهذه التحف الذي عادت بها الروح من هذه الجولة في ملكوت السماوات والأرض وفي ملكوت القرآن الكريم ففرح القلب وانشرح وابتهج وانتشى فامتلا بالمحامد وامتلا بتلك المشاعر وامتلا بتلك اللطائف وتلك الرقائق فوجد نفسه هناك لان القلب لا يجد نفسه الا في مثل هذه البحبحه القلب خلقه الله عز وجل لهذه المعاني ليمتلئ بها فهو اناء الله الذي خلقه الله عز وجل من اجل ان يمتلئ بكل ما يقرب الى الله فهو اغلى اناء وانفس اناء واكرم اناء واجل اناء فهو اناء الله في خلقه فالقلوب انيه الله واحب مالك هذه الانيه ان تمتلئ باسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا يملاها الا ذلك فان الانسان لو حاول ان يعمرها بشيء اخر او ان يملاها بشيء اخر فانها تلفظه ولا تنسجم معه لانها ما خلقت لذلك الخالق لها جل وعلا ما خلقها لذلك خلقها لتمتلئ بالجواهر النفيسه وذلك كالانيه التي يعدها صاحبها ليضع فيها المسك هناك انيه انما صنعها صانعها واعدها معدها من اجل ان تمتلئ بالمسك وبالعطر وبالطيب فمن ملاها بشيء اخر كمن ملاها مثلا اكرمكم الله بالابوال فهذا الانسان الذي وضع في هذا الاناء ما لم يخلق له وما لم يصنع له هذا مفلس غايه الافلاس وهكذا القلوب إنما خلقها الله عز وجل من أجل أن تمتلئ به ووحده لا شريك له ولا تفرح إلا حينئذ ولا تبتهج إلا حينئذ ولا تنشرح إلا حينئذ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لذلك عندما تصل هذه المعاني التي جاءت بها الروح بعد جولانها يطمئن القلب ويستريح ويفرح ويجد وضعه الحقيقي الذي من اجله خلق وذلك لان في القلب شعثا لا يلمه الا الاقبال على الله وفي القلب وحشه لا يزيلها الا الانس بالله وفي القلب حزن لا يذهبه إلا الفرح بمعرفة الله وصدق المعاملة به وصدق المعاملة معه وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار إليه وفي القلب نيران وحسرات لا يطفئها الا الرضا بامره ونهيه وقدره ومعانقه الصبر الى ساعه لقائه وفي القلب فاقه لا يسدها الا محبه الله والانابه اليه ودوام ذكره لا يسدها شيء من متاع الدنيا ولو اتيت اليها بالدنيا كلها فستظل قلقه وفارغه لا يملاها الا ان تتصل بالله ولذلك القلوب المسكينة البعيدة عن الله والتي تبحث عما يملأها سوى ما اراد مالكها وخالقها فهي متجهة اتجاها خطأ متجهة الى عكس ما اريد لها كيف والرب يناديها أجمل نداء وأرق نداء وأرحم نداء ينادي جل جلاله بذلك النداء النداء الأصلي الكامن فيها منذ أن خلقها الله والنداء المتجدد الذي يتجدد لهذه الروح لهذا القلب في كل لحظه اما بلسان الحال واما بلسان المقال اما النداء الكامن فيها والمفطوره عليه فهو ذلك الذي سجله القران الكريم في سوره الاعراف حين قال رب العالمين جل جلاله وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم قال أبي بن كعب رضي الله عنه جمعهم اي جمع الارواح جمعهم جعلهم ارواحا ثم صورهم فاستنطقهم فنطقوا جميعا جمعهم سبحانه وتعالى كما يليق بكماله وجلاله وكما يليق بفعله الذي هو بين الكاف والنون كن فيكون جمع الارواح كلها من اول روح التي هي روح ادم الى اخر روح شاء الله ان تكون في هذه الدنيا ثم صورهم سبحانه وتعالى جمعهم أرواحا ثم صورهم في صورة كما يشاء جل جلاله. وبعد أن صورهم بالصورة التي يعلمها سبحانه وتعالى استنطقهم. فنطقت الأرواح كلها كل الأرواح مؤمنها وكافرها برها صالحها وفاسدها وليها ومجرمها كل الارواح نطقت ارواح الملحدين والماركسيين والشيوعيين والدهريين وارواح المؤمنين الصادقين المخلصين وارواح الانبياء والمرسلين الصديقين الشهداء الصالحين كل هذه الارواح استنطقها فنطقت بلغه ربنا عز وجل ذكرها هنا في هذا الكتاب المحفوظ استنطقها بمقتضى قوله تعالى الست بربكم قالوا بلى انت ربنا انت خالقنا انت سيدنا انت بارئنا انت معبودنا لا اله غيرك ولا رب سواك لماذا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل مبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون هذا هو النداء الكامل في كل كامن في كل فطرة وفي كل نفس وفي كل روح ثم جاء النداء المتجدد. المتجدد بلسان الحال. في هذه الاكوان كلها. فكلها تنطق بلسان الحال، ولسان الحال احيانا قد يكون افصح من لسان المقال. فكل شيء في هذا الكون يشهد لله بالربوبيه والالوهيه. ويوحد الله وينطق لمن كان يسمع ينطق بلغه من كان يسمع وينصت برساله التوحيد فكل جزئيه في هذا الكون تحمل رساله لكل عبد من العبيد تقول له أنا معبودة لرب ومخلوقة لخالق وتلك رسالة المتجلية لك فاقرأني لتعرف من خلالي من خلقني إذا هذا هو لسان الحال الذي ينطق به كل موجود في هذا الكون واما لسان المقال فهو الذي ينطق به القران الكريم وسوف نتحدث عن لسان المقال في الدرس الاتي ان شاء الله ونكتفي اليوم بما قلنا سائلين من الله تبارك وتعالى ان ينفعنا ويرفعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين